هلا عندنا هاي هذه هون هلا نحط في اوتبوت. هلا بدنا نطلع العلاقه بين هدول. خلينا نطلع هلا هون بدي ايش بحتاج اليونج مودولس اوف الاستيستي مش هيك اللي هو اظن 210 جيجا باسكال. خلينا نتاكد لاستيل يعني هاي الماده مثلا هون بالحاله هاي 210 او فيش حاجه انا احط رقمي له هلا بنخليه زي ما هو. هلا يونج مودولس اوف الاستيستي هو العلاقه ما بين مش هيك اوكي. فبامكاني الان انا اعوض. خلينا ناخذ اول شيء خلينا ناخذ هون قديش ستريس عندي في الماده هاي راح اكون سيجما تساوي اف على ايه مزبوط. وعندي انا ايه هي دبليو تي فبصير هذا بيساوي اف على دبليو تي اللي هي الويدث والثيكنس. بدك تخليها ايه تقدر تخليها ايه اذا بدك نفس الشيء ما تفرق. بعدين بدنا هلا كمان اف بدي اتخلص من سيجما واعوض محل سيجما ابسلون اي مش هيك مزبوط. فبصير عندي ابسلون اي بتساوي اف على دبليو تي. اذا بدنا نحن نتخلص من ابسلون بنعوض هناك ابسلون فابسلون بتساوي اف على اي دبليو تي مزبوط. هيك المعادله ولا غلطت بشيء؟ تمام. اذا هلا ابسلون بدنا نعوضها نرجع نعوضها في المعادله الاصليه هي هناك ابسلون ال. هلا هي ال اللي احنا بنحكي عنها مش هيك لما بنحكي بهذا الاتجاه مزبوط. فهي ال اللي نتجت عندي هون. فبصير عندي الان في اوتبوت بيساوي عندي هون V على 2 في K في 1 زائد ميو ومحل إبسلون L راح أحط F على E W T. إيه هي يعني F كأنها مضروبة في السنسيتيفيتي. هاي هي السنسيتيفيتي الآن اللي هي V على 2 في K في 1 زائد ميو وبعدين عندي هون على E W T في 2 كمان. فبصير عندي هلا في اوت على اف اللي وحدتها راح تكون فولتس او ملي فولتس او مايكرو فولتس بير نيوتن بتساوي في على 2 اي دبليو تي في كي في 1 زائد. انا بدي هذا الرقم يكون اعلى ما يمكن. ليش؟ يعني كل ما بحط انا نيوتن او 10 نيوتن او 100 نيوتن هذاك بدي يطلع معي اعلى فولتج ممكن. اذا بزيد السنسيتيفيتي اذا زدت مين؟ زدت فولتج. إذا زدت الستري الجيج فاكتور إذا زادت المادة ميو مثلا فيها. وإذا نقص عندي اليونجز مودولس أوف إلاستيستي لما ينزل كأنه المادة ليس ستيف يعني لما بحط عليها عم تتجاوب معي أكثر أو صغرت العرض. بس إيش اللي بدي أنتبه عليه هون؟ إني ما أتجاوز إيش؟ اليلد ستريس. ننتبه ما نتجاوز اليلد للمادة هاي. فأنا بدي يكون في ريسبونس بس ما بدي كمان تنهار المادة. فبدنا نوازن بين هاي الاشياء اللي موجوده هون. هذا اعطاني سنسيتيفيتي وحده راح تكون فولتس بير نيوتن. هذا عباره عن ميجرمنت سيستم كامل بدا من فورس وانتهى بفولتج. والفولتج هذا ممكن ادخله الان اعمل له اي تو دي كونفرجن في مدخل بيك مايكرو كنترولر واخذ الفاليو واقراه. طبعا راح يكون فولتج صغير جدا من هون وبدنا نعمل له امبليفيكيشن. ممكن نضطر ناخذ انسترومنتيشن امبليفاير. اوكي ماشي متذكرين انسترومنتيشن امبليفاير بحط ريزيستنس ار 6 بحيث اني احدد الجين تبع هاي الدائره.